وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به، فلا يقبل في الزنا إلا أربعة، وفي الجنايات والحدود ذكران، وفي الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان، وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان. قال رحمه الله: وأما الشهود، وهذا هو القسم الثاني مما تثبت به الحقوق ويجري عليه القضاء. قال: الشهود، والشهود وسيلة من وسائل الإثبات. قال: فيختلفون باختلاف المشهود فيه، أي يختلفون عددا ووصفا فيما يشهد به. ولذلك قال: فلا يقبل في الزنا إلا أربعة، فلا بد من أربعة رجال في الزنا، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال تعالى: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. قال رحمه الله: وفي الجنايات والحدود ذكران، أي في الجنايات على النفس فما دونها، وفي الحدود غير الزنا ذكران، أي اشترطوا شاهدان. قال: وفي الأموال، يعني إذا كانت المنازعات والخصومات في شأن المال، وما يقصد به، يعني ما يقصد به المال، رجلان أو رجل وامرأتان. فاختلف عن الحدود والجنايات بدخول المرأة في الشهادة. هنا في الأموال رجلان، ويقوم مقام الرجل رجل وامرأتان، كما ذكر الله تعالى ذلك في آية الدين في سورة البقرة: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال: وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان، أي يطلب شهادة امرأتين، يطلب شهادة امرأتين فيما لا يطلع عليه إلا النساء. وهذا في عيوب النساء مثلا، وما يكون في مجتمعات النساء مما لا يتعلق، مما لا يمكن أن يطلع عليه الرجال، يطلب فيه شهادة امرأتين. وقال بعض أهل العلم: بل تكفي فيه شهادة امرأة واحدة. وهذا ما عليه الحنابلة، أنه يكفي فيه شهادة امرأة واحدة.